انا مطلع الكاميرا كده من الشباك قاعد بصور، لقيت عم راضي فوق الشجره بيجمع التين بتاعه، فقال لي ايه؟ قلت له ايه؟ انا وقفنا. ده فيه ده دلوقتي، ها ده طازة ده من لسه من الشجرة. الشجر على طول اهو، لسه بص هطلع اجيبه انا من فوق. بيجمع التين، طلع قفص كامل ما شاء الله. التين دوت احتوى 5 تنواع. المزرعة دي بتطلع 5 أنواع تين؟ لا المزرعة دي بتطلع حاليا بتطلع نوعين، اللي هو ده احنا عربي بيقولوا عليه حمور. حموري. ده سكر زيادة. دوت اسمه السلطان. ده اللي معاه السكر ما ياكلش مني يعني. ممكن 2 تمام. وده اللي في الشجر ده برشوم. التاني ده سكر خفيف. كل منه زي ما أنت عاوز. سكره خفيف ومظبوط وما يتعبش البطن ولا يتعب المعدة ولا أي حاجة. تمام؟ فهمت. وده كله على مية الشتاء. يعني دي بتروى في شهر 9 و10 و11 على مية الشتاء. الحمد لله رب العالمين، مصر خيرها كتير. الخير ده ما تلاقيش في اي دوله. التين الفاكهه الجميله دي على مية الشتاء دي رباني، ده زي السكر يعني. مصر يعني زي ما عم راضي كده بيقول، مصر خيرها كتير. الحمد لله. الحمد لله.